TWNFM 91.2. بيل كاهو. نحكي على تاريخ عظيم لمدينة عظيمة، الجداد عطاو لبلادهم القيمة، العزيمة وقوة من قبل مش من توا. السكان يشهد على صمودهم زمان، ما زالوا بنفس الروح وفي نفس المكان. نحكي على ولادك يا صفاقس، يا قلعة صمدت سنين وقهرة العتاء الفتانين. يا قلعة ولدت رجال قلبوا في التاريخ الحال، رجال من قرون بعيدة عاشوا صامدين، مسلمين مسالمين، على عيشتهم حسدوهم والنورمان عقدوا النية يحتلوهم. وبرغم الصفاقسية قاوموهم تعبوهم، وبرغم القلوب اللي على بلادها كانت نار اغزاوهم وصار اللي صار. وعام 1148 بدا مشوار 8 سنين من ظلم وقهر النورمان الصليبيين، تعذيب وحرمان وقلة أمان. ودولة النورمان المسكينة قعدت من رجالنا الخوف هرهينة، ومن علينا جرد سكينة، وحبوهم في دينهم يسلموا والنصرانية يتعلموا والصغارهم يعلموا. في بالهم تهنوا على حالهم، الرجال نسيوا وبالواقع رضاوا. أما اللي فاتهم اللي هالقلعة مبنية على أساس صحيح، ومهما صار وضربها الريح لا تتزعزع ولا عمرها تطيح. والشيخ الفرياني اللي تنفاق عالم البلاد خلى وصيته لهنا، ولد عمر الصفاقسي الحر أحلف ما يغمض العين إلا ما يرجع ثار سنين. شيوخ علماء رجال وصغار ونساء قالوا بيدينا نغيروا المصير، تشهد عليهم حيوط الجامع الكبير. الكل كان عن حرية ملهوف، عقدوا النية، اجتمعوا وصنعوا السيوف. وفي ليلة العين فيها قليلة استعملوا ذكاهم والحيلة، وين العدو بيهم اطمان اتوزع السلاح من ورا البيبان. في ليلة 13 جانفي 1157 اتجمعوا في نهير سعيد سمى للحاجوج عيد، وين المجاهد عمر الفرياني استدعى قايد الجيش النورماني. وبين الرقص واللغاني خرج القرار، والفرياني صرخ النار يا غدار. وفي باب الجبلي صارت ثورة الأحرار، ومطلع على 14 في النهار كم من النصر صار، ورجعت لأصحابها القلعة والدار. وكتبوا الصفاقسية التاريخ من جديد بذكاهم حبهم لمدينتهم وشعلتهم اللي بالإرادة تقيد. خلاوا دروس للأحفاد تقرأ على مدينة درة، بولادها قعدت ديما حرة. 13 و14 جانفي 2011 و1157 بيناتهم في الزمان سنين، وقداش يتشابوا الاثنين، وقداش منهم اتعلمنا اللي كل ما الظلم علينا زاد تاريخ الجدادي النجم يتعاد. وطول ما عقلية الفرياني قعدت فينا ما نقبلوا بالذل مهما يصير علينا. صفاقس عمرها ما تسلم ولا تحمل في ولادها ولا بلادها لذية، وتونس تقعد ديما حرة، كل مدينة عرفت فيها معنى الوحدة والوطنية. نحبك يا صفاقس ونحبك يا تونس.